متشكرين لمبة بيفانيوس خالص، أقل من 10 دقايق الحقيقة، 9 دقايق بالظبط. ودلوقتي الورقة الثانية ويعرضها أبونا أثناسيوس المقاري عن الأديورة والإسهام الرهباني في البحث العلمي. أبونا أثناسيوس هو من الرهبان الباحثين في دير أبو مقار، قام بتأليف 4 موسوعات في مصادر طقوس الكنيسة ومقدمات في طقوس الكنيسة وطقوس وصلوات الكنيسة وطقوس وأصوام وأعياد الكنيسة، والموسوعة الواحدة يتراوح عدد الكتب فيها من 6 إلى 10 كتب. وله أيضا بعض الأبحاث في الأدب العربي المسيحي، من ضمنها اكتشاف كتاب صلوات طقسية قديم نسخ باهتمام القس شمس الرئاسة بن كبر. دلوقتي أبونا أثناسيوس هيقول كلمته وهنجمع الأسئلة في أثناء الكلمة، يعني أو اللي عايزين يقولوا تعليقات. تفضل. أبائي المطارنة أو الأساقفة والكهنة المجتمعين معنا، أساتذتي، إخوتي، أخواتي، الحضور الكرام، موضوعنا الأديرة والإسهام الرهباني في البحث العلمي. البحث العلمي في الكنيسة المسيحية له سماته الخاصة وفرادته، لأنه أي علم يمكنه أن يبحث فيما عمله الله من أجلنا قبل تأسيس العالم، كما شرحه القديس بولس الرسول في رسائله، إذ يقول: كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. إذن أي بحث يستطيع أن يستوعب كمال فكر الله في تبني الطبيعة الإلهية للطبيعة البشرية الترابية؟ لذلك فالبحث العلمي المسيحي لا يبحث فيما هو جديد، بل يسعى لاستعلان معرفة سر المسيح والكنيسة. سر المسيح والكنيسة أي سر ما فعله الله الآب للكنيسة في المسيح بالروح القدس، لأنه حيث المسيح فهناك الآب والروح القدس أيضا، وحيث الكنيسة فهناك الآب والابن والروح القدس. فالبحث العلمي المسيحي يسعى لاستعلان معرفة سر المسيح والكنيسة، أي سر ما صنعه المسيح من أجلنا في التجسد والفداء والميلاد الجديد من الله، وفي المقابل سر ما قدمته الكنيسة عرفانا بصنيع المسيح معها من صلوات وتسابيح وطقوس وألحان وأيقونات إلى آخره. وكلما كان الحب مخلصا للمسيح والكنيسة، كلما انكشف أمام الإنسان جانبا أكبر من هذا السر العظيم. ومع ذلك فسوف يظل البحث العلمي في المسيحية قاصرا، لأنه يبحث في أسرار لا يمكن بلوغ كمالها، وإلا ما بقيت الأسرار أسرارا. فالأمر إذن ليس اجتهادا عقليا، بل نعمة موهوبة من الله، يشرحها القديس بولس الرسول بقوله: ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد
روح الحكمة والإعلان في معرفته. روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون قلوبكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه الذي جعله للقديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة المعلنة لنا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح. انظروا إذن أهمية وعمق واقتدار صلاة القديس بولس الرسول من أجلنا، لأنه يطلب من أجلنا ما قد ناله هو فعلا من قبل. يقول: إذ كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم أنه بإعلان عرفني بالسر، أنه بإعلان عرفني بالسر. كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تعرفوا أو تفهموا درايتي بسر المسيح. فالوسيلة الوحيدة التي تتناسب مع معرفة الله ومعرفة أسراره هي أن يهب لمن يريد روح الحكمة واستعلان معرفته، وليس معرفة فحسب، باستنارة قلبية. ذلك لأن أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. وطبقا للرؤية السابق شرحها، فإن البحث العلمي الديني هو البحث في كل مناحي الحياة الدينية اللاهوتية منها والكنسية، أي البحث في كافة علوم اللاهوت والتاريخ والآثار والقانون الكنسي والأسرار والألحان والفنون وغيرها. ولكن بنعمة من الله وبمنهج يرتكز في الأساس على تقليد الكنيسة وتعليم آبائها. وإن ركزنا حديثنا عن الإسهام الرهباني في البحث العلمي، فأورد فيما يلي بعض نماذج من ذلك. فرسم الأيقونات بكافة أنواعها وطرائقها هو فن نبع في الأصل من الأديرة، وموهبة لم تعطى للجميع. ومع ذلك فإن دراسة صفات وخصائص الأيقونة القبطية على سبيل المثال هو من الأهمية بمكان، لكي يرتكز رسم الأيقونة على أساس علمي، ولكي تحتفظ كل كنيسة بهويتها الفنية. فسمات الأيقونة القبطية غير سمات الأيقونة البيزنطية غير سمات الأيقونة الأرمينية وهكذا. فإن توفر للرهبان الموهوبين في هذا الفن دراسات علمية مع تدريب عملي، يصبح هذا العمل مجالاً خصباً لقضاء الراهب وقتاً هادئاً يستطيع به أن يمارس العمل والصلاة في آن معاً. ومن الإسهامات الرهبانية أيضاً في البحث العلمي دراسة كيفية صيانة المخطوطات وترميمها. هذا عمل رهباني بالدرجة الأولى، إذ يحتاج إلى وقت كبير، وهو ما يتاح للراهب في ديره مع توفر ممارسة الصلوات الصامتة
في أثناء تأديته طبقا لأصول العمل الرهباني. وهذان العملان السابق ذكرهما على سبيل المثال لا يحتاجان من الراهب سوى الحصول على دراسة قصيرة الأمد ينطلق بعدها في عمل يمتد سنين طويلة ليخدم به الكنيسة. وهناك عمل آخر يناسب الراهب في ديره، وهو تحقيق المخطوطات بأسلوب علمي قبل محاولة نقل نصوصها إلى ورقات مطبوعة. فهو عمل يحتاج من الراهب إلى دراسة كيفية تحقيق النصوص ونشرها، وهو مجال علمي قلما انتبهنا إليه، إلى جانب الإلمام باللغة العربية وإجادتها إجادة تامة. إن كانت المخطوطات التي يقوم الراهب بتحقيقها مكتوبة باللغة العربية فقط، وهو مجال واسع يشمل التراث العربي المسيحي كله، والذي يمتد من القرن العاشر الميلادي أو قبله بقليل وحتى أوائل القرن العشرين. وخلافاً لما سبق ذكره، فإن أي أبحاث علمية دينية أخرى ينكب الراهب على البحث فيها كل بحسب هوايته تحتاج منه بادئ ذي بدء إلى إتقان بعض أو كل ما يلي: اللغة اليونانية الكلاسيكية وهي لغة الكتاب المقدس، اللغة القبطية بلهجتيها الصعيدية والبحيرية أو إحداهما، اللغة العربية، واحدة من اللغات الأوروبية الحية مثل الألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية. ومن هنا كانت أهمية توفير دراسة هذه اللغات بواسطة أساتذة متخصصين، ولا سيما للراهب المبتدئ، حتى تعينه على الجلوس في قلايته عندما يتقدم به السن فيكون مثمرا فيها. ثم تأتي أهمية دراسة كتابات آباء الكنيسة والبحث في مصادرنا الكنسية القديمة والتي تذخر بها مخطوطاتنا المنتشرة في مكتبات مصر والعالم، ولكن بأسلوب علمي كما سبق أن أشرت. عند هذا الحد يمكن للرهبان في أديرتهم الإسهام العلمي في مجالات واسعة، منها على سبيل المثال تحقيق كتاب الأجبية سواء من جهة المزامير أو قطع الصلوات الخاصة بكل ساعة من السواعي وصلوات التحليل إلى آخره، مع ملحق في نهاية الأجبية بباقي المزامير الأخرى التي لم ترد في صلوات السواعي، وهي تبلغ إلى نصف عدد المزامير تقريبا. تحقيق كتاب الأبصلمودية المقدسة ولا سيما الأبصلمودية السنوية، مع الإشارة إلى الكلمات اليونانية الواردة بها وما تحمله من معان تثري النص الليتورجي. تحقيق نصوص القراءات اليومية في كتاب القتمارس الذي يخدم قراءات السنة الليتورجية كلها. تحقيق كتاب الخلاج المقدس والعودة به إلى الأصول الليتورجية القديمة. تحقيق كافة نصوص الصلوات الليتورجية، وهو عمل سبقتنا إليه الكنائس الأخرى. تحقيق نصوص كتابات آباء الكنيسة بعد ترجمتها من اللغات المختلفة سواء اليونانية أو القبطية بلهجتيها، ولا سيما كتابات آباء الرهبنة. تحقيق سير قديسي الكنيسة ولا سيما قديسي الرهبنة، وبالأولى كتاب بستان الرهبان ومن بعده كتاب السنكسار. وبخصوص هذا البند الأخير أسوق على سبيل المثال ما يذكره بستان الرهبان عن القديس يوحنا القصير، فيقول البستان: قيل عن القديس يوحنا القصير إنه مضى إلى شيخ طبيسي كان مقيما في البرية فتتلمذ له،
وحدث أن معلمه دفع إليه غصناً يابساً وأمره أن يغرسه ويسقيه كل يوم بجرة ماء، وكان الماء بعيداً عنهما، فكان يمضي في العشية ويجيء في الغد. عند هذا الحد من هذه القصة نعرف أن المقصود منها هو تعليم القديس يوحنا القصير فضيلة الطاعة كواحدة من النذور الرهبانية الثلاث التي ينذرها الراهب عند دخوله إلى الدير. أما بقية القصة التي تقول وبعد 3 سنين اخضر الغصن وأعطى ثمرة فجاء بها إلى الشيخ، فأخذها الشيخ وجاء بها إلى الكنيسة وقال للإخوة خذوا كلوا من ثمرة الطاعة. هذه التكملة لهذه القصة تحتاج إلى توثيق لأنها إضافة على الأصل. وهكذا في كل سير القديسين الأخرى والتي طال بعضها إضافات من النساخ عبر السنين يلزم تداركها حتى يعود مفهوم المعجزة وعلاقتها بالقداسة إلى الوضع الكنسي الأصيل. والفصلان الأول والثاني من الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية يشرحان هذا الأمر. ليس كل من يتنبأ تقيا وليس كل من يخرج الشياطين قديسا، وإنما يلزم الانتباه إليه هو أن أي عمل يقوم به الراهب في ديره يلزم أن يكون تحت مشورة الشيوخ وتدبيرهم، لأن الراهب دخل الدير لكي يخلص وليس لكي يعمل أبحاثا علمية. فيقول بستان الرهبان في ذلك: إن كان مع غروس الفردوس نبت عود معرفة الشر والخير، فلا عجب إن نبتت مع المناقب الشريفة أثمار رديئة تولد الموت. فيليق بالمدبر أن يكون كل حين حذرا، لأنه مرارا كثيرة تصير الفضائل الجليلة أسبابا لسقطات عظيمة متى لم يحكمها محكم بنية متضعة ذات إفراز. وعلى ما كتب رأيت صديقاً هالكاً ببره، مع أن البر لم يكن سبب الهلاك بل العجرفة. ويقول البستان أيضاً: إذا صليت فقل يا رب أنت العارف بكل الأشياء، علمني كيف أبدأ، أنت قد جئت بي إلى هاهنا فعلمني كيف أخلص. ومن النعم التي يعطيها الرب للراهب في ديره أن يعينه على الجلوس في قلايته، ففيها سوف يتعلم كل شيء. قيل أضاف أنبا موسى أخا فطلب منه كلمة فقال له امضي واجلس في قلايتك والقلاية سوف تعلمك كل شيء. شكراً.